شارك في تقسيم بعض التركات، وزعوا التركة، فقال القاضي طبعا رأي خير، جزاك الله خير، بسم الله، قال أقترح عليكم يا عيالي أنكم يعني كل واحد يحط مبلغ تبنون له مسجد، يعني ما شاء الله أبوكم ترك لكم خير كثير، يعني اسمع الرد، إيه اسمع يستاهل الرد. يستاهل يعني أنك ما لازم تحمس، حمس أنا أعرف القصة، يستاهل الوالد أنكم تبنون المسجد. قال واحد من العيال لا ما أتبرع ولا بريال واحد، هذا حقي. قال له ليش؟ قال لو يبغى بنى له في حياته، هذا حقي ما له دخل فيه. هو حق من أصلا؟ لا لكنه حق من أصلا؟ حق المال مال حقه هو اللي متوفي، لكن صار انتقى حقيته مال الله سبحانه وتعالى. يقول ولو دامت لغيركم ما وصلت، لا ما وصلت إليكم. كان المال في أي اللي في أيدينا إذا متنا سينتقل لغيرنا، توزع. والرسول يقول عبد الله أيكم ماله أحب، أيكم ماله الحديث أي تفضل نفس الكلام، كمل كمل، أيكم ماله أحب ولي ماله ورثه، قال ماله ورثه فإن ماله ورثه إيش ما قدم. صحيح. المال اللي أنت ورثه هو اللي قدمته. سؤال رسول قال أيكم أحب ماله، قضية خطيرة. جب هذا الرجل الشاب كذا بكل صراحة ولا في المجلس، قال لا لو بغى كان هذا فلوسي، هذا فلوسي الله. ولذا كل الآيات تقول ما تقدموا يا أيها الذين آمنوا، يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا إيش شفاعة. سورة الآية اللي قبل آية الكرسي يقول معتمين ليش؟ لأن الأمر مو سهل اليوم. يقول لا دي كل ليش الإنفاق؟ لعظم الإنفاق يوم القيامة. لو تيجي في القرآن تلقى ثلث عن الإنفاق، وتلقى آيات تكرر الإنفاق، رغم ان الصلاه ركن من ركن، ثلاث اوجه كلها الركن، ركن الصلاه من ركن، الزكاه ركن من ركن. صحيح. لكن انفاق اذا انفقت هذا مو فريضه عليك. الصدقه واجب ولا فريضه؟ الزكاه الواجبه، الزكاه، لكن الصدقه لا سنه، يعني سنه. حتى بعض العلماء اختلفوا هذا الوقف هل يدفع من الزكاه ولا ما يدفع، لكن الصدقه شيء غير راتبك وتقرب به الى الله. قال صلى الله عليه وسلم ما يتقرب موازي العبد يتقرب الي ايش؟ بالنوافل. الحديث القدسي يقول عثيمين يسمع بعض الناس النوافل حسب نوافل السنة وهي الصلاة. ايه شيخ عثيمين يقول ايه يقول لا النوافل في الحج له نافلة ولا ما له نافلة؟ نافلة. وش نافلة الحج يا شباب أنتم معي؟ نافلة الحج وش هي؟ لا نافلة الحج الرجل. لا أنت حجيت فريضة ما حجيت؟ الحج اللي حجيت السنة الثانية وش تصير؟ نافلة. نافلة. قال صلى الله عليه وسلم الحج مرة في العمر، فمن أراد فليتطوع في سنة ورواية فاتوها تطوع. فالحج يقول الشيخ عثيمين فالإنفاق ذا نافلة مو واجب. وكثر الآيات وكرر الآيات لعظم الإنفاق. يوم القيامة اسمع نص الآية، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. ليش البيع يا تجراسي يا ناصر؟ أعطيه 300 جائزة، 300 أعطيه 300 نقطة. ليش ذكر الله البيع بالمناسبة؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. ليش؟ يوم الحساب. ترى مو سهل القرآن يقول عثيمين ويقول الشعراوي الله يرحمه انتبه كل وقفة وكلها ترى لها معنى عظيم. ولذلك العلماء تلقى يقعد يفسر، تلقى مفسر يقول صفحة يجي مفسر ثاني يحط صفحتين. صح لا؟ انظر تفسير ابن سعد الله يرحمه. صح لا؟ فلماذا قال لا بيع طوالي قال بيع؟ لأنك أنت الآن جيت أنفقت، أليس كأنك تبيع وتشتري؟ نعم، ما عاد يقدر يبيع ولا أيوة يشتري ولا يتصدق القيم. ولا يسوي. يقول ابن القيم أنفقوا واعملوا والسوق قايم والبضائع معروضة. الآن أسألك وحنا في القناة هذا، السوق قايم ولا مو قايم؟ قايم. والبضاعة معروضة. بضاعة إيش؟ الوقف. فالله قال لا بيع فيه. شوف الله يقولك لا بيع. الآن الوقف بقوم موجود، يلا طيب يلا لا تبيع اشتري الآن اشتري، لأن في القرآن ترى يأتي بلغة البيع بالشراء. فشروه بثمن ايش؟ بخس. والآية حقت النساء اللي قال ومن يهاجر يجب الآية، ثم قال وهن دليلنا البيع هنا يكون كالشراء. فأنت الآن السوق قايمة والبضاعة معروضة. وقف ايش؟ وقف ايش شيخ قلو؟ ارفع صوتك. وقف وين؟ مكة. هذه البضاعة صح؟ صحيح. السلعة ولا السلعة؟ والسوق وشو؟ السوق. مو في سوق عثيمون؟ مو في سوق بنده؟ هذا سوق القناة حقت الواقع. هذا السوق ولا مو السوق؟ صحيح. احنا مو اول مره، مو جاء ناس قبل الناس تكلموا وبكره الناس. هذا السوق، سوق ايش؟ قناة الواقع. صح ولا مو صح؟ والبضاعه وش هي؟ الواقع. والثمن الجنه ان شاء الله. صحيح والله الثمن وش؟